بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خيري محمد علي، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة في أسوان. بالنسبة للملف أسوان عاصمة السياحة العربية، طبعا احنا بنتمنى الملف ده ينجح وشغالين عليه، يعني المحافظة بقيادة المحافظة شغالين على الملف ده، يعني عاملين مجهود كبير على أساس الملف ده إن شاء الله ينجح وأسوان ياخدوا التميز ده إن شاء الله ونبقى عاصمة السياحة العربية. ليه؟ لأن ده هيعمل تدفق أكتر للموسم القادم إن شاء الله بالنسبة للسياحة العربية. أنا عايز أنشط السياحة العربية يزوروا أسوان. بس يعني النهاردة أسوان أولا الجو، يعني جو أسوان يعني قريب برضو من الأجواء بتاعت الخليج برضو، وبعدين جو أسوان جاف النهاردة، جو نظيف وشمس أسوان يعني زي ما بيقولوا تشعب بالصحة. عندي مقاومات هنا في النيل النهاردة، زيارة الجزر النهاردة، وعندي الجزر الموجودة في أسوان والمحميات الطبيعية الموجودة في أسوان، وهم السائح العربي بيحب الحاجات المناظر الطبيعية ويحب يعني الجو الطبيعي. عندي السياحة البيئية موجودة مثلا النهاردة في القرى النوبية النهاردة، السائح العربي برضو بيحب مثلا النهاردة يحب الحاجات الحياة البسيطة، الحياة اللي هو الأجواء اللي هي زي الحياة البدوية هنا مثلا، الحياة النهاردة قريب من الحياة اللي هم عايشينها النهاردة. السياحة البيئية النهاردة يعني في تنمية مستمرة النهاردة. السياحة البيئية يعني في تنمية في تطوير في السياحة البيئية النهاردة، كل ماذا النهاردة السياحة البيئية بتتطور النهاردة سواء في القرى النوبية أو في الجزر. فالنهاردة السائح العربي مطلوب إن هو مثلا بيحب الحاجة دي، فأنا لازم أهيئ له الأجواء دي النهار في السماء ده، من ضمن برضه المقومات اللي ممكن تتحط في السماء ده. عندي المعابد سواء بالنسبة من معبد أبو سمبل، معبد فيلة، معبد كلابشة، كومومبو، إدفو، مقابر النبلاء، الأغخان، السد العالي، عندي بحيرة ناصر النهاردة. بالنسبة للصيد برضه الساحل العربي بيحب يعني الصيد ويحب يطلع في الصحراء يصيد، يحب برضه في البحيرة. يعني في أسوان فيها مقومات كثيرة ممكن يعني الملف ده ينجح إن شاء الله، وننجح أسوان تنجح إن شاء الله وتاخد عاصمة السياحة العربية بإذن الله إن شاء الله بجهود الناس الموجودة، والسيد المحافظ طبعا كان بدور كبير يعني في الموضوع ده.